إذا اغتسلت امرأة من الدورة الشهرية ما بين الظهر والعصر، مع العلم بأن صلاة الظهر قد انتهت لكن صلاة العصر لم تدخل، غير صحيح، لأن ما في هناك فاصل كبير بين الظهر والعصر، يخرج الظهر يدخل العصر، ما يوجد هناك مرحلة يعني مثل نص ساعة لا هي ظهر ولا هي عصر، لا. فلا بد تضبط المرأة عندما طهرت هل دخل وقت العصر أم لا، فإن كان لم يدخل فهي مخاطبة بالظهر، وإن كان قد دخل فهي غير مخاطبة بالظهر وإنما هي مخاطبة بالعصر.